أهلا وسهلا بكم في شركة بيور أكوا، حيث أحدث تقنيات معالجة المياه في جميع أنحاء العالم. أسعد الله أوقاتكم. نحن الآن في سانتا أنا، ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث المقر الرئيسي لشركة بيور أكوا، ونحن الآن في صدد التجهيزات النهائية لتجهيز شحنة إزالة الشوارد ثنائية المهام، وهي عبارة عن كولوم للكاتايون تانك وكولوم آخر وخزان آخر لإزالة الأنيونات أو ما يسمى بالأنيونات السالبة. تشمل هذه المحطة محابس التحكم، وهي صنعة شركة أكواماتيك الأمريكية، والمواسير أو الأنابيب الرئيسية ومصنعة من سكيجول اي تي بي في سي، والتحكم فيها يكون عن طريق ما يسمى بالاستيجر أو لوحة الكهرباء الإلكترونية، والتي تتحكم بمهام هذه المحابس أو هذه الصمامات حسب طبيعة الغسيل أو طبيعة الباك ووش أو ريجينريشن. يتم تنشيط الأعمدة أو الخزانات هذه، الخزان يتم تنشيطه عن طريق الصودا القاوية أو ما يسمى بالكوستك صودا، والخزان الآخر يتم تنشيطه عن طريق الحمض إما هيدروكلوريك أسيد أو حمض الكبريتيك اللي هو ما يسمى H2SO4. كذلك تشمل هذه المحطة جهاز قياس الكوندكتيفيتي أو ما يسمى بالريزيستيفيتي، وهي مقاومة توصيل الأيونات المياه للأيونات. مصدر المياه كما ذكرنا هو عبارة عن مياه معارضة من قبل التناضح العكسي، تقريبا حتكون بحدود 10 إلى 20 ملي جرام بير لتر، حيث يتم دخول هذه المياه إلى الكولوم الأولاني وهو الكاتيون. وفي حالة تشبح هذه الشوارد أو تشبح هذه الريزنات أو يسمى بالراتنجات، تأتي إشارة من جهاز قياس الكوندكتيفيتي أو الريزستيفيتي إلى الستيجر، ومن ثم تبدأ عملية التنشيط عملية الغسيل لهذه الأعمدة. كما ذكرنا ستغادر هذه المحطة اليوم إلى نيويورك. سعة هذه المحطة هي عبارة عن 10 جالونات في الدقيقة وستغادر اليوم. شكرا. شكرا لاختياركم بيور أكوا كمورد رئيسي لجميع محطات تنقية ومعالجة المياه في جميع أنحاء العالم.